تمام، جميل جدا. طيب انا كده خلصت بريلي الاول، طب والريلي التاني؟ انا لسه لحد دلوقتي سايبه ما فتحتهوش اصلا من الاساس عشان عايز اوريكم ايه اللي هيحصل بعد كده. تمام، فانا قاصد الجزئيه دي. طيب خلينا نكمل. انا دلوقتي عندي هنا مجموعه كبيره جدا من الريليز، 10 20 30 على حسب عدد الريليز اللي موجود عندك. جميل. طيب ايه الخطوه اللي المفروض بعد كده اعملها؟ المفروض بعد كده ان انا اجي افتح كل ريلي وادوس عليه رايت كليك اوبجكت بروبرتيز، ثم اروح للكوميونيكيشن بارامترز وابتدي احط عندك مجموعه من السيتنجز خاصه بالاي بي ادرس، السبنت ماسك، الستاندرد جيت واي، والاي اي دي نيم. تمام، فطبعا السيتنجز دي لو انا ابتديت اعدي على كل ريلي ممكن تاخد مني وقت طويل. طيب اوفر مجهودي ووقتي ازاي؟ بكل بساطه اللي بيحصل الاتي، هعمل سكيب للخطوه دي ان انا مش هعملها عن طريق الريليز. امال هعمل ايه؟ هنروح لخطوه قدام، والخطوه دي كده كده اوريدي اللي انا هكمل عليها بعد كده، اللي هي مين؟ اللي هي هاجي ادوس رايت كليك واجي اقول له انسرت نيو اوبجكت واجي اقول له اي اي سي 61850 ستيشن. جميل. طيب هاجي عندك في الستيشن دي واللي هي تعتبر بالنسبه لك الاس سي دي فايل او السبستيشن كونفيجريشن ديسكريبشن فايل. هاجي على الستيشن دي وادوس عليها رايت كليك وادوس اوبجكت بروبرتيز، ثم اروح لحاجه عندك اسمها هنا الكوميونيكيتور. من خلال الكوميونيكيتور ده انا باجي اقول له هو مين الريليز اللي انت عايز تضيفها في السبستيشن كونفيجريشن ديسكريبشن فايل بتاعك ده. فهنا بيقول لك الافيلبل اي اي سي 61850 ديفايسز، واللي هي الديفايسز اللي موجوده عندك هنا في البروجكت، وعايز تضيفها فين؟ عايز تضيفها في الاي اي سي 61850 ستيشن كوميونيكيتور. فانت تقدر تاخد الاي اي ديز بتاعتك دي تعلم عليها كلها، ثم تعمل لهم اد وينزلوا عندك في الستيشن كوميونيكيتور. بس قبل ما اعمل الخطوه دي عندي هنا حاجه مهمه جدا، ان انا ممكن اعمل رينيم لجميع الاي اي دي نيمز اللي موجوده عندك في البروجكت، وبالتالي دي اول خطوه توفيريه او وفرت معايا وقت ومجهود بدل ما ادوس رايت كليك واظبط الاي اي دي نيم من خلال ايه الاوبجكت بروبرتيز، صح كده؟ فاجي هنا مثلا الريلي الاولاني هسميه مثلا اوفر هيد لاين اندر سكور 01، وعندك مثلا الريلي الثاني هسميه اوفر هيد لاين اندر سكور 02، خلاص كده؟ ثم اعلم على الريلي الاولاني والريلي الثاني واجي اقول له اد، اضافه كده عندك في الكوميونيكيتور بتاعك واقول له اوكي. تمام؟ قال لك طيب الاي اي سي 61850 ديفايس ديسكريبشن فايل اي سي دي ار نو لونجر فاليد بيكوز ديفايس نيم ووز تشينجد، انت غيرت الديفايس نيم. تمام؟ اوبن سيف اند كلوز ذيس ديفايسز تو ابديت ذا فايل، يعني المفروض تفتح الملفات ثم تعمل سيف ثم ترجع تقفلها مره ثانيه. خلي بالك دي خطوه مهمه جدا، ليه؟ عشان انت غيرت مين؟ غيرت الاي اي دي نيم. تمام كده؟ حلو قوي. فتقول له اوكي وخلاص. طيب نفترض انا ما عملتش الخطوه دي، ستيل عندك في مشكله ان ما حصلش ابديت للاي اي دي نيم للريليز دي. طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه ان لو دوست الاي اي سي 61850 هيجي يقول لك اصلا عندك مشكله. ايه هي المشكله؟ هيجي يقول لك ان في عندك حاجه ثانيه اسمها الاي اي دي فايل، في عندك في مشكله. طيب انا مش عارف ايه المشكله، او ما تيجي تقول له كلوز هيطلع لك الايرور مسج دي. الايرور مسج دي نهايتها بيقول لك ان انت المفروض تعمل اوبن اند كلوز ذا ريسبكتيف ديفايسز، يعني تفتح الملفات ثم ترجع تقفلها مره ثانيه. لو انا اوريدي من البدايه كنت فاتح الملف ده وقفلته ما كانش هيظهر لي الايرور مسج دي. تمام؟ طيب خلينا نقول حاجه، خلينا نقول ان انا هفتح بس الملف ده، مش الملف ده، هفتح بس الملف ده فقط. تمام؟ اقول له اوبن واقول له اوفلاين واقول له اوكي. تمام؟ وقفلته مره ثانيه، هيقدر يفتح معايا الاي اي سي ستيشن؟ هيقدر يفتحها معاك، بس بالنسبه للاي اي دي نيم تعالوا نشوف مع بعض. هو فتح اهو كلوز، انا هفتحه واقفله فقط. كلوز كلوز. تمام؟ هقفله مره ثانيه، انا ما عملت السيف. وبالتالي هنا في الحاله دي لو انا جيت دوست رايت كليك على اي واحد فيهم حتى على الريلي ده وقلت له اوبجكت بروبرتيز ورحت للكوميونيكيشن بارامترز بتاعتك هتلاقي عندك هنا ايه الاي اي دي نيم بتاعك. طيب كده خلاص انا خلاص فتحت الملف ورجعت ايه ورجعت قفلته تاني، المفروض برضو افتح الملف ده وارجع اقفله مره تانية اوف لاين برضو عشان خاطر بس يحصل ابديت لمين؟ ابديت للاي اي دي نيم.
فانت خليها ديفولت عندك ان انت تفتح دايما الملفات بتاعتك وتعمل سيف وثم ترجع تقفلها ايه، ترجع تقفلها مره ثانيه. طب والخطوه دي انا المفروض اعملها على طول؟ هو اوريدي كده كده انت عملتها اصلا. ليه؟ لان انت كل الملفات فتحتها وابتديت تعمل اساين لمجموعه من السيجنلز في الماسكينج انبوت اوتبوت بتاعه الايه، بتاعه الريليز، صح كده؟ طيب تعالوا قبل ما نكمل عندنا الشغل بتاعنا نروح في الريلي تاني تمام، ونفتحه اوفلاين ونظبط سيجنال واحده بس في الماسكينج انبوت اوتبوت عشان تخدمنا بعد كده واحنا بنشوف بعض التريكات عندك. سي مثلا جيت هنا في الماسكينج انبوت اوتبوت وجيت هنا قلت له ان انا عايز انسرت جروب افتر وسميته برده ساس سيجنلز تمام، واقول له اوكي. انا كنت ممكن اعمل الخطوه دي من الاول بس زي ما قلت لكم انا كنت عايز اشوف ايه، اشوف فكره الايرور مسج اللي هتطلع لي، واروح للانونسيشن واختار مثلا سيجنال معينه، والسيجنال دي انا هبتدي اديها مسمى ولنفترض سيركت بريكر، مع ان في الريلي الاولاني كان اسمها تريب سيركت سوبرفيجن صح، واسميها مثلا سي بي فولتي تمام كده. انا هسميها كده واخلي السورس بتاعها عن طريق باينري انبوت، امسح جميع الباينري انبوتس الاخرى اسميها هنا باينري انبوت، واجي هنا اوصلها عندك في السي قصدي في السيستم انترفيس تمام. خلاص هيبتدي يقول لك هنا ادي عندك اللوجيكال ديفايس والكنترول، وتيجي تقول له ساس وجي جي اي او 1 وعندك برضو السيجنال رقمها 1 وتقول له اوكي كلوز كلوز، هيبتدي سيف هتقول له اوكي. يس كلوز كده هو خلاص سيف وكده انا ايه انا جاهز عنه تمام. طيب كده خلاص انا جاهز بالملفات بتاعتي في مجموعه من الستاندرايزد لوجيكال نود او الجينيريك لوجيكال نودز، عملت لها كونفيجريشن في الماسكينج انبوت اوتبوت، ظبطت الانترفيس وظبطت التايم سينكرونايزيشن، رجعت بعد كده ظبطت الاي اي دي نيم من خلال الاي اي سي ستيشن نفسها صح كده. دلوقتي هاجي ادوس دبل كليك على الاي اي سي 61850 ستيشن، هيجي يقول لك يو ماست سيلكت استورج لوكيشن فور ذا نيو اي اي سي 61850، فتقول له يس. هتختار اللوكيشن بتاعك ولنفترض مثلا انا هسمي الجزئيه دي مثلا اسمها سي اي دي، انا هسميها كده تمام. وهتلاقي الملف عندك الاكستنشن بتاعه اس سي دي فايل وهتقول له اوكي. هيبتدي هو يسيف في المكان ده وهيفتح عندك دلوقتي اهو. نخلي بالنا وهو بيفتح يبتدي يعمل لودنج وهياخد التو فايلز اللي كانوا موجودين بره. بص هنا كده معانا اهو امبورتنج ديفايس الاولاني والثاني. طبعا لو عندك مجموعه من ديفايس كتيره كنت هتشوفهم كلهم ايه هينزلوا عندك بالترتيب. بس ستيل ان انت بيقول لك عندك هنا تو فولتس، ايه تو فولتس ده؟ عندك مشاكل. طيب تعال نشوف مع بعض. انا هنا لما فتحت الاي اي سي 61850 سيستم كونفيجريتور عندي ثلاث حاجات مهمه انا بشتغل عليهم، حته الديفايسز، عندك بعد كده النتورك، وعندك بعد كده الريبورتس اند لوجز تمام. طيب انا هاجي الاول في الديفايسز دي بلاقي فيها بس الديفايسز بتاعتي. طيب انا عندك كام ديفايس دلوقتي؟ ديفايس 1 و 2. طب وفين الجي بي اس؟ ما الجي بي اس ده يعتبر ديفايس برده موجود عندك في السيستم. فبتيجي تعمل ايه في الجي بي اس؟ بتيجي تدوس عندك انت هنا على السي اي دي اللي هو الملف بتاعك ده وتقول له اد اي اي سي 61850 ديفايسز. حلو جدا. طيب انا دلوقتي عندي الملف ده موجود هنا، امال لو انت مش عندك الملف ده هتعمل ايه؟ هتروح عندك تفتح السي، ثم في السي بتلاقي حاجه اسمها سيمنز، فولدر اسمه سيمنز. بتفتح الفولدر ده وتعمل سيرش على فايل اسمه اس ان تي بي اللي هو سيمبل نتورك تايم بروتوكول، بتدور بس على الملف ده والاكستنشن بتاعه بيكون اي سي دي تمام. بتاخد الملف ده وتقول له اوبن. طبعا احنا بيكون عندنا 2 جي بي اس في المحطه، فاخد جي بي اس الاولاني وارجع تاني اقول له اد اي اي سي واختار برده الايه الجي بي اس مره ثانيه. جميل حلو. طيب انا كده خلاص دخلت كل الديفايسز اللي موجوده عندي. اروح بعد كده في النتورك. هنا في النتورك هلاقي هنا حاجه اسمها نيو ديفايسز، وهنا اصلا الديفايسز اوريدي اللي كانت موجوده، فابتدي اعمل دراج اند دروب وانزلهم هنا ايه تحت كلهم في نفس الايه في نفس المكان. طيب الايرور مسج اللي كانت ظاهره عندك دي سببها ايه؟ لو جيت وقفت على اي ريلي بتلاقي عندك الايرور مسج مكتوب هنا جنب، وطبعا زي ما انت شايف عندك السب نت ماسك. طيب هنا احنا زي ما بتقول كده بنضرب عصفورين بحجر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هنا قلنا ان انا ممكن بكل بساطه كنت ادوس على كل ريلي رايت كليك واوبجكت بروبرتيز واقعد احط الاي بي ادرس والسب نت ماسك والجيت واي، ولكن الكلام ده زي ما قلت لك لو عندك اكتر من ريلي او عندك مجموعه كبيره من الريليات كان هياخد منك وقت كبير. فانا هنا ممكن من خلال النتورك دي اظبط الاي بي ادرس والسب نت ماسك والجيت واي في مره واحده وكل الريليات موجوده تحت بعضها بكل بساطه. وبالنسبه للاي اي دي نيم انا اوريدي ظبطته اصلا من خلال الاي اي سي 61850 كونفجريتور تمام، سوري كوميونيكيتور.
تمام. طيب هاجي على الريلي الاولاني وابتدي ادخل الاي بي ادرس على حسب طبعا النتورك اللي انت شغال فيها. فعندك 10.22.91 مثلا سي دوت 5 والسب نت ماسك بتاعك لو انت عندك نتورك واحده فهي 255.255.255.0 والجيت واي ادرس بتاعك 10.22.91.31 تمام. واجي على الريلي الثاني خلي بالنا كل ما بغير هتلاقي الايرورز عندك راحت 10.22.91 مثلا دوت 6 والسب نت ماسك عندك 255.255.255.0 وفي الاخير عندك الجيت واي 10.22.91.31 هتلاقي نفس الايه نفس اللي عندك هنا الجيت واي ادرس. ثم تروح بعد كده للجي بي اس هيطلب منك الاي بي ادرس 10.22.91.10 والسبنت ماسك 255.255.255.0 والجيت واي 10.22.91.31 وعندك الريلي برضو الاخير هتبتدي او الجي بي اس الاخير 10.22.91.11 والسبنت ماسك بتاعك 255 ثلاث مرات دوت 0 والاخير الجيت واي 10.22.91.31 كده هتلاقي عندك كل الايرورز ايه كل الايرورز راحت من عندك مظبوط كده. كده انا خلصت الايه خلصت خلاص موضوع الديفايسز وخلصت دلوقتي موضوع الايه النتورك. فانا كده بكل بساطه قدرت اخلص موضوع الاي بي ادرس سبنت ماسك والستاندرد جيت ويز. طيب لو انا وصلت بس لحد المرحله دي لسه ما خلصتش الشغل كله بس هقفل ادوس الاول سيف تمام. لما اجي اقول له سيف هيجي يقول لي خلي بالك you changed the IEC 61850 station these changes affect also separate devices تمام. فهو بيقول لك ان انت بعد ما هتعمل سيف ده هيبتدي ان هو يغير البارامترز دي في الايه السيبريتك ديفايس بتاعتك فهتقول له ايه اوكي ثم تقفل عندك. لو جيت هنا بعد كده على اي ريلي من دول ودوست عليه رايت كليك اوبجكت بروبرتيز ورحت بعد كده للكوميونيكيشن بارامترز تمام هتلاقي عندك هنا الله ده الاي بي ادرس والسبنت ماسك والستاندرد جيت واي لسه زي ما هم فعلا لسه زي ما هم. ليه؟ لان المفروض بعد كده تيجي هنا في الاي اي سي 61850 ستيشن وتدوس رايت كليك اوبجكت بروبرتيز ثم تروح لحاجه هنا اسمها ابديت. هنا عندك هتلاقي الريليز بتاعتك موجوده اللي هي الديفايسز اللي موجوده عندك هنا في البروجكت بتاعك وقدامك في عمود اسمه بي وعمود اسمه دي. البي ده اللي هو بارامتر سيت ابديتد والدي ده معناه ديفايس ابديت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو لقيت علامه الصح دي موجوده تحت البي معنى كده ان كل شيء ابديتد. اما لو لقيتها تحت الدي فمعنى كده انت محتاج تعمل ابديت للديفايس ده نتيجه انت عملت مجموعه من التشينجز داخل الاي اي سي 61850 او حتى ممكن تكون عملت التشينجز داخل ايه داخل الديفايس. فبتيجي تقول له ان انا عايز اعمل ايه عايز اعمل ابديت فيبتدي هو دلوقتي ياخد السيتنجز اللي انت حطيتها سواء كان اي بي ادرس سب نت ماسك وكلام زي كده يعمل له رايت على الديفايس فايلز بتاعتك اللي موجوده هنا وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. عشان كده انا ما رضيتش اكمل واروح بقى في الداتا سيت والريبورت قلت ايه اخلص الجزئيه دي الاول وتشوفوها عشان تفهموا انعكاسها بيكون ازاي على الديفايسز بتاعتك. اهم حاجه طبعا في اي حاجه انت بتشتغلها في السيتنجز انت تاخد بالك ان انت عندك زيرو وورنينج وزيرو فولز تمام. جميل تقول له كلوز لسه هو ما خلصش او ما يخلص لازم تلاقي علامه الصح هنا موجوده عند البي تقول له كلوز طيب افرض انت دلوقتي عقبال بس ما هو يخلص افرض انت دلوقتي خلاص اهو ابديت رحت للابديت افرض انت دلوقتي عندك جوه الابديت ده او جوه الديفايس اللي عندك دي عندك مثلا 30 40 ديفايس فانت بكل بساطه لو دوست على حرف البي او حرف الدي كده هيبتدي يعمل لك اعاده ترتيب بحيث ان الفايلات بس اللي محتاج ابديت يطلعهم لك فوق. ليه؟ لان انت لو قلت له ابديت كل البارامترز او كل الديفايسز هياخد منك وقت طويل جدا في حين انت مثلا ممكن تكون غيرت في ديفايس واحد فبمجرد بس ما تدوس على الديفايس بتاعك هيبتدي ان هو ايه يطلع لك الديفايسز اللي محتاج ابديت يطلع لك فوق اول واحده تعلم عليها وتقول له ابديت سيلكتد ايه بارامتر سيتس تمام وتقول له ايه وتقول له اوكي. هنا دلوقتي لو رجعنا على الريليز مره ثانيه وقلت له اوبجكت بروبرتيز كوميونيكيشن بارامتر هلاقي ايه هلاقي الاي بي ادرس والسبنت ماسك والجيت واي كلهم بقى متسجلين.
طيب افرض انت عايز تغير فيهم، خلاص تغير فيهم من جوه الاي اي سي، طب ينفع اغير فيهم من هنا؟ اه تقول له مانوال تشينج وتغير، بس طبعا ده مش ريكومندد خالص، خلي شغلك كله بقى من جوه الاي سي ستيشن عشان هي مرتبه وتقدر تظبط لك كل حاجه بحيث ان تتفادى الاخطاء وتقلل في الوقت بتاعك. خلينا نفتح بقى الاي سي ونكمل ايه، ونكمل الشغل بتاعك. خلاص احنا اوريدي اصلا خلصنا شغلنا في الديفايسز عن طريق ان انت عملت اد لتو ديفايسز اخرين اللي هم مين، اللي هم الجي بي اس، وممكن تعمل لهم هنا ايه اعاده تسميه، ان انت تيجي تقول لي والله مثلا ده اسمه جي بي اس مثلا 01 والتاني مثلا اسمه جي بي اس 02 واتيفر، هتشوف ايه مثلا ايرور مسج. طيب ربما مثلا هو مش قابل الداش، تمام اهو فعلا، وتيجي هنا مثلا تيجي تقول له مثلا ده اسمه جي بي اس اندرسكور 02. خلاص كده حلو كده انت خلصت، والنتورك انت اوريدي ظبطت فيهم الاي بي ادرس والسبنت ماسك والجيت واي ادرس وهكذا، فخلاص مخلص كل قصتك. تروح بقى بعد كده لمين؟ للريبورتس واللوجز. هنا هنبتدي مع بعض ستيب نمبر 2 اللي هي مين، اللي هي تظبيط الداتا سيت بتاعك. جميل. طيب ستيب نمبر 2 هاجي افتح عندك الاوفر هيد لاين الاولاني، ده اللي هو الريلي الاولاني. طيب الريلي الاولاني انا كان عندي مجموعه من الستاندرايزد لوجيكال نود ومجموعه من الجينيريك لوجيكال. طيب الستاندرايزد لوجيكال نود دي لو جيت بصيت هنا تحت كده، اطلع الجزئيه دي فوق شويه، هلاقي عندي هنا مجموعه من اللوجيكال ديفايسز اللي احنا كنا بنقول عليها بروتكشن، ميجرمنت، ديستربنس ريكوردر، كنترول واكستندد سيستم. تمام. طيب انا اول سيجنال كانت عندي ستاندرايزد كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في الديفرنشال بروتكشن. هفتح عندك البروتكشن بتاعتك، ثم بعدين اعمل ايه؟ ابتدي ادور هنا عندي على مين؟ على الديفرنشال بتاعتك، صح كده؟ طيب انت دلوقتي عندك السيجنال اللي هي كانت في الديفرنشال، يا ترى هي سيجنال كانت اصلا امبيدد وموجوده ومعموله بري كونفيجر في الساس، ولا سيجنال انت ضفتها في الاكستندد سيستم انترفيس؟ لا ده والله ناس ضفتها في الاكستندد سيستم انترفيس، اذا هي مش هتلاقيها تحت كلمه بروتكشن. اذا هي موجوده فين؟ موجوده في الاكستندد، فافتح عندي الاكستندد وانزل ادور هنا على الجي جي اي او بتاعي، وافتح عندي الجي جي اي او، هبتدي الاقي عندك مين؟ هلاقي عندك الديفرنشال سكند هارمونيك اللي هو السيجنالز اللي انت ايه؟ السيجنالز اللي انت ضفتها. فبكل بساطه تبتدي تقدر تسحبها دراج اند دروب وتحطها بس كده جوه الايه؟ جوه الفايل بتاعك. اول ما حطيتها فتح لك بروتكشن، وفتح لك حاجه اسمها او كلمه بروتكشن اللي هي اللوجيكال ديفايس، ثم عندك هنا الداتا سيت بتاعتك اهي اللي هي الداتا سيت الاولى. فطبعا لو انت سحبت عندك التانية دي وحطيتها في الريلي نفسه هفتح لك داتا سيت جديده، بس انا مش عايز داتا سيت جديده، انا عايز اضيف كل السيجنالز عندي بتاعتي في داتا سيت واحده. فابتدي تاني هنا اسحب الفايل التاني واحطه جوه نفس الداتا سيت اللي بعمله دراج اند دروب جوه نفس الايه، جوه نفس الداتا ايه، الداتا سيت بتاعتك. فدول الثلاثه سيجنال اللي هم الايه، الاستاندرايزد بتوعك. مظبوط، جميل جدا. طيب وفين الجينيريك بقى؟ الجينيريك دول كان لما افتكرنا احنا في الميتريكس بتاعتك، كان اول ما اول ما بتعلم عليها قصاد كلمه سيستم انترفيس كان بيفتح لك يجي يقول لك اللوجيكال ديفايس كان اسمه ايه؟ ايوه نفتكرها كده، كان اسمه كنترول، وجوه كنترول كان اسمها جي جي اي او كام؟ جي جي اي او 1، بس انا كنت مسمي بعد كلمه كنترول كتبت كلمه ساس. مظبوط، ادي ساس ثم جي جي اي او 1. لو فتحتها هبتدي الاقي ايه؟ مجموعه من السيجنالز اللي هي تي سي اس فيل، وهلاقي عندك مثلا الدي سي، وهلاقي عندك بعد كده البروتكشن اون اوف. مين المسميات دي؟ دي المسميات اللي كانت موجوده في اللونج تكست. عشان كده فاكر لما جيت قلت لك مهم جدا تسمي اللونج تكست، لان في عندك ديسبلاي تكست، لو انت سميتهم في الديسبلاي وسبت اللونج تكست كنت هتيجي هنا تلاقيهم ايه؟ باي ديفولت موجودين زي ما هم، او يعني المسميات اللي هي الديفولت. فانت هنا سميت المسميات اللي تقدر تديك ايه؟ ايحاء بالسيجنال بتاعتك. تمام؟ فانا هاخد التريب سيركت سوبرفيجن فيل، فده كان عباره عن جينيريك سيجنال واحده عن طريق باينري انبوت، وده اللي هو كان بيخرج لي من اللوجيك اللي كان جاي لي من السي اف سي، ودي اللي هي الدبل بوينت ايه، الدبل بوينت بتاعتك. خلاص كده انت ظبطت كل الايه سيجنالز بتاعتك في داتا سيت واحده. طيب افرض انت عندك مثلا مجموعه من الداتا او مجموعه من السيجنالز الاخرى عايز تحطهم جوه داتا سيت مختلفه، تقدر تحطهم جوه داتا سيت مختلفه، ما عندكش اي مشاكل، يعني ممكن تقسمه على اكتر من داتا سيت وممكن تحطهم كلهم في داتا سيت واحده. طب الطلب منك مثلا مجموعه من الميجرمنت، تقدر تفتح الميجرمنت وتروح للام ام اكس يو اللي هي تعتبر بالنسبه لك الايه، اللوجيكال او اللوجيكال نود تحت كلمه لوجيكال ديفايس اللي هي الميجرمنت، ثم تحتها تبتدي ان انت تلاقي عندك مثلا الامبير اللي هو يعتبر الداتا اوبجكت بتاعتك تاني. يبقى انت عندك هنا الميجرمنت ده لوجيكال ديفايس تفتحه،
تروح لام ام اكس يو اللي هو اللوجيكال نود تفتحها، تلاقي بعد كده الامبير اللي هو يعتبر بالنسبه لك داتا اوبجكت تفتحها، ثم بعد كده تلاقي الداتا اتريبيوت بتاعتك اللي هو فيز اي فيز بي فيز سي والنيوترال، تفتح بعد كده الجهود الفيز تو فيز فولتج الفريكوانسي وهكذا، تبتدي تاخد جميع الايه جميع الميجرمنت بتاعتك. طيب انا كده خلاص خلصت الداتا سيت، اروح لستيب نمبر 3 اللي هي مين، اللي هي الريبورت كنترول بلوك. تمام، فابتدي ادوس رايت كليك على الداتا سيت بتاعتي واقول له انسيرت ريبورت، فيبتدي هو وصل لي الداتا سيت دي بالريبورت ده. طيب الداتا سيت دي انت عايز تبعتها لكام سيرفر؟ ممكن في المحطه عندك مثلا في اللي هو التو كلاينتس بتوعك والانجينيرنج، وعايز تبعتها مثلا للسكادا، فعندك مثلا سي 4، عندك مثلا 5، عندك 6، عايز تبعتهم في اماكن مختلفه. على حسب عدد الاماكن اللي انت عايز تبعتها بتبتدي تدوس عليها رايت كليك تاني وتقول له انسيرت ريبورت، رايت كليك انسيرت ريبورت، رايت كليك انسيرت ريبورت وهكذا. جميل، طيب الريبورتس اللي انت مختارها دي نوعها ايه؟ زي ما انت شايف كده، بص كده مكتوب ايه، ان بافرد ريبورت كنترول بلوك، مكتوب لك يو ان بافرد ريبورت كنترول بلوك. عندك كام ريبورت ممكن تنزلهم؟ عندك هنا عندك 12 ريبورت. اذا لو انت مثلا سيف المحطه بتاعتك قال لك انا عندي اربع اماكن عايز ابعت عليهم الداتا سيت، فانت ربطت الداتا سيت باربعه ريبورت كنترول بلوك، فلو انت عندك 3 داتا سيت تقدر تربطهم ب 12 ريبورت كنترول بلوك. طب لو عندك اكتر من كده خلاص هتقف، ليه مش ما عندكش امكانيه توصل لاكتر من ريبورت كنترول بلوك اكتر من 12؟ وبالتالي يفضل ان انت تحاول تختزل السيجنالز بتاعتك جوه عدد معين من الداتا سيت بحيث ما تتعداش عدد ريبورتات يساوي كام، يساوي 12. كل ريبورت تقف عليه هتقدر تحط له بافرنج تايم، وتقدر اصلا كمان البافر تايم، وتقدر تقول له هو انت عايزه اصلا بافرد ريبورت ولا ان بافرد. يعني انت ممكن لو قلت له بافرد ريبورت تقول له اوكي خلاص هو تحول لبافرد ونزل هنا في الاخير، فتقدر ترجع تاني تقول له لا انا عايزه ان بافرد ايه ان بافرد ريبورت، على حسب طبعا زي ما قلت لك ايه اللي هيجي لك او الريكوست اللي بيجي لك من الكلاينت بتاعك في المحطه. تمام، ثم الكونفيجريشن ريفيجن ده مبني على التغيير اللي انت عملته في الريبورت بتاعك او في الداتا بتاعتك. تمام، وزي ما انت بيقول لك هنا كده ان انت الكونفيجريشن ريفيجن ده هو هيحصل له ابديت بشكل اوتوماتيك مع التشنجز بتاعتك، او انت ممكن تغير انت الايه الفيرجن بتاعك تخليه 2 تخليه 3 على حسب ايه عدد التغييرات عشان تبقى عارف بس انت غيرت فيه كام مره. وبكده يبقى انت خلصت خلاص السي اي دي فايل الخاص بالريلي الاولاني. طب والريلي الثاني هتعمل ايه؟ هنيجي هنا بقى نقول حاجه بسيطه جدا، انت دلوقتي في الريلي الاول عندك مثلا منه تيبيكال 3 4 والريلي الثاني تيبيكال 3 4 وهكذا، فلنفترض دلوقتي ان الريلي الاول والريلي الثاني دول تيبيكال، اعمل ايه؟ انا مش هاجي في الريلي الثاني واعمل داتا سيت جديده وابتدي ان انا يعني احط السيجنالز من اول وجديد، امال اعمل ايه؟ ممكن اجي في الريلي الاولاني واجي اقول له كوبي الداتا سيت دي، واجي هنا في الريلي الثاني وادوس له رايت كليك واجي اقول له ايه؟ بيست، واجي اقول له بيست. تمام؟ طيب عندك في مشاكل، ايه هي الورنينج اللي موجوده عندك دي؟ انت تيجي تلاقي الورنينج بكل بساطه ان انت قلت له كذا سيجنال، انت عندك هنا كام سيجنال؟ كتير، مع ان الريلي التاني ده انت اصلا اوريدي مش عامل كونفيجريشن في الماسكينج انبوت اوتبوت للسيجنالز دي، عشان كده هو ما ضافهمش وضاف سيجنال واحده بس. طيب هنا بقى دي التريكه اللي قلت لكم عليها وانا بتكلم في الميتريكس، لما جيت قلت لك ايه، انا هحط سيجنال والسيجنال دي هبرمجها مع باينر انبوت رقم واحد بس هسميها سي بي فولتي، مع ان في الريلي الاولاني كان اسمها ايه؟ كان اسمها تريب سيركت سوبرفيجن فيل، بس اوتوماتيك لما انت اخذتها من الريلي الاول وحطيتها في الريلي الثاني ايه اللي حصل؟ اوتوماتيك اتحط بنفس المسمى اللي كان موجود فين؟ اللي كان موجود عندك في اللونج تكست بتاع الريلي الثاني، فانت مش محتاج ان انت تقلق او تخاف من الفكره دي ان انت ازاي اخدهم كوبي بيست وهم ليهم مسميات مختلفه، لا خدهم كوبي بيست. ليه؟ لان دي تعتبر جينيريك سيجنال. يعني ايه؟ يعني انت عملت لها كرييشن اصلا، انت ما خدتش السيجنال بشكل دايركت، وما انت خدت السيجنال على جينيريك سيجنال، والجينيريك سيجنال دي اللي انت عرفتها هنا. يعني هو الريلي انا مش فاهم ان ده باينري انبوت رقم واحد، هو فاهم ان السيجنال دي جينيريك سيجنال وانت مسميها تريب سيركت سوبرفيجن فيل، وبالتالي انت خدت كوبي بيست من الجينيريك سيجنال حطيتها في الريلي الثاني، وفي الريلي الثاني اوريدي الجينيريك سيجنال دي ليها مسمى مختلف، فهو اخدها ايه بشكل اوتوماتيك. وهنا يظهر لك حاجه مهمه جدا اللي هو بيقول لك ايه، بيقول لك في ميزه، على الرغم ان انا في الفيديوهات النظريه قلت لك ان يفضل انت تستخدم الستاندرايز لوجيكال نود ان وجدت، ولكن بيفضل عندك في المحطه ان هو يستخدم ايه
ان هو يستخدم الجينيريك سيجنالز. ليه؟ لان بيقول لك الجينيريك سيجنالز دي لو انت جيت في الميتريكس بتاعتك وحطيت لي مثلا 20 30 جينيريك سيجنال، وصلت عليهم لوجيكس، وصلت عليهم انبوتس، وصلت عليهم حاجات كتير جدا. الجينيريك سيجنالز موجوده عندك هنا جوه الداتا سيت بتاعتك، تاخدهم كوبي بيست بغض النظر البرمجه بتاعتهم شكلها عامل ازاي. فهنا كسبت حاجتين. الحاجه الاولى لما خدتهم كوبي بيست من ريلي لريلي اخر، نزلت بنفس الحاجه بغض النظر برمجتها عامله ازاي في الماسكينج انبوت اوتبوت للريلي التاني. النقطه الثانيه المهمه اللي هي فكره لو انت رجعت غيرت البرمجه بتاعه الجينيريك سيجنال اللي انت حطيتها دي، بدل من باينري انبوت 1 ل 2 او من 2 ل 3، ما عندكش اي اختلاف هيحصل جوه الداتا سيت بتاعتك او جوه السي اي دي فايل بتاعك، لان السي اي دي هو مش شايف هي متبرمجه مع ايه، هو شايف بس ان هو واخد جينيريك سيجنال، لكن بغض النظر هي متبرمجه مع ايه. خلصت كده شغلك كله؟ اه تمام. ابتدي ان انا اقول له ايه، سيف، واقول له اوكي خلصت تمام، تقفل الايه، تقفل الفايل ايه، الفايل بتاعك تمام كده. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ رايت كليك اوبجكت بروبرتيز، وتيجي تقول له ابديت، هتلاقيهم برده هنا خلاص. فتبتدي انت تقول له انا عايز ابديت السلكت بارامتر ايه، سيتنج بتاعتك. هيبتدي هو دلوقتي ايه، يخلص. بعد ما يخلص خلاص اقدر استخرج دلوقتي الايه، السي اي دي فايلز بتاعتي بتاعت الريليهات. طيب جميل جدا، هنشوف ازاي مع بعض نقدر نعملها. بس في جزئيه قلتها لكم في بدايه الفيديو خالص، ايه هي؟ قلت لك انت في البدايه لما بتيجي تخش على اي ريلي يفضل الاول تشوف مين الفانكشنز اللي المفروض تعمل لها انيبل او ديسيبل عشان مش هتغير فيها بعد كده، تمام؟ طيب وبعدين عشان خاطر لو انت عملت لها ديسيبل بعد كده هتلاقي السيجنالز بتاعتك اللي موجوده او اللي انت حاططها في الداتا سيت بتاعتك كلها اتمسحت او اللي هي في السي اي دي فايل. تعال نشوف الكلام ده مع بعض. تمام، هو دلوقتي عمال يعمل ابديت، ما عندكش مشكله خلاص، ما عندكش اي ورنينج، ما عندكش اي مشاكل خالص، وعمل لك علامه صح اهي وتقول له اوكي. تعالى بقى دلوقتي انا هفتح الريلي الاولاني ده واقول له اوف لاين هادي، وعندك الثلاثه سيجنالز بتوع الديفرنشال انت عامل لهم اصلا اون، تمام اهو. هبتدي بس ان انا اجي هنا بقى الديفرنشال اقول له ايه، ديسيبل، واقول له اوكي اوكي تمام، واجي اقفل الفايل بتاعي واقول له ايه، سيف. خلاص هو دلوقتي بيسيف، اوكي كلوز كلوز. لما تيجي انت تفتح عندك الاي اي سي 61850 مره ثانيه، ونروح عندنا في الريبورتس، جاب لك طبعا ثلاثة ورنينج. انت لو فتحت الاولاني ده هتلاقي فيه ثلاثة سيجنالز هنا اللي هم كانوا بتوع الديفرنشال سكند هارمونيك راحوا من عندك. فحتى لو انت رجعت بعد كده عملت هنا تاني، فتحت الملف بتاعك اوف لاين وعملت انيبل مره ثانيه، مش هترجع الايه، السيجنالز بتاعتك مره ثانيه، وهتضطر ان انت ترجع تحطها جوه الايه، جوه السي اي دي فايل بتاعك. فعشان كده يفضل ايه، يفضل لو انت حابب تعمل ديسيبل للفانكشن ما تعملهاش ديسيبل جلوبالي من الديفايس كونفيجريشن، ولكن ممكن تفتح السيتنج جروب وتعمل اون اوف للفانكشن دي. وطبعا حاجات زي كده احنا بنقابلها في المحطات، لما يجي يقول لك اعمل ديسيبل للاوترو كلوجر، مش لازم اجي اروح افتح الديفايس كونفيجريشن واعمل ديسيبل الاوترو كلوجر من هنا، سيبها انيبلد وسيب السيجنالز بتاعتها اللي انت مستخدمها في السي اف سي ومستخدمها في الساس زي ما هي، وتعالى في السيتنج جروب ايه، وتعالى في الاوترو كلوجر واعملها ايه، واعملها اوف. وبالتالي لو انت جيت عملت لها اون هتفضل شغاله عادي، والسيجنالز بتاعتها مربوطه بالداتا سيت بتاعتك بشكل طبيعي جدا ومتوصله عندك، والسي اي دي فايل ما فيهوش اي تغيير خالص. خلينا نخلص اهو، هيسيب تمام كلوز. هتيجي تفتح الاي اي سي ستيشن مره ثانيه، وهنروح نبص على السيجنالز بتاعتنا، مش هتلاقي السيجنال اتضافت مره ثانيه، لازم انت ترجع تعملها دراج اند دروب وتبتدي انت ايه، تحطها عندك في السي اي دي فايل بتاعك تمام. فهي مش موجوده، فتروح للاكستندد وتروح للجي جي اي او بتاعك، وتبتدي تاخد الايه، الثلاثه سيجنالز بتوعك تسحبهم دراج اند دروب وتحطهم عندك هنا، ثم تعمل ايه، كلوز مره ثانيه تمام. هيسيف طبعا وتقول له اوكي. وفي الاخير زي ما اتفقنا اخر حاجه بتعملها رايت كليك اوبجكت بروبرتيز، وفي الاخر تيجي تقول له ايه، ان انا عايز اعمل ابديت. جميل. طيب ازاي دلوقتي ان انا اخد السي اي دي فايل بتاعي؟ بكل بساطه رايت كليك
واجي اقول له ايه اكسبورت ديفايس، بس المره دي بدل الدي اكس اجي اختار له ايه، اجي اختار له السي اي دي فايل، اجي اقول له سي اي دي فايل واقول له ايه واقول له اوكي تمام. والاس اس دي فايل طبعا انت ممكن من خلال الاستيشن نفسها وانت فاتح الاستيشن ممكن تعمل اكسبورت للاس اس دي فايل الخاص بالمحطه ككل اللي هي فيها المجموعه الكبيره من السيمنز ريليز. فتبتدي ان انت تيجي تقول له هنا اكسبورت تمام، وهتيجي تقول له انا عايز اكسبورت الايه الاستيشن بتاعتك، فهيقول لك اس اس دي فايل وتشوف انت عايز تسيب الايه الملف بتاعك ده فين. جميل، وبكده نكون خلصنا فكره ازاي تكريت السي اي دي فايل في السيمنز ريليز. وان شاء الله رب العالمين برضو هبقى احاول برضو اعمل فيديو تاني ازاي تبعت جوز مسجز ما بين اجهزه السيمنز وبعضها.